يعد الممثل أساس العمل المسرحي ونواته، فهو الذي يجسد النصوص الأدبية وينقلها إلى مشاهد حية على خشبة المسرح، وكذلك يبدع في طرح الشخصية أو العمل من خلال الأفعال النفسية والجسدية، فكل حركة أو فعل منه يجب أن تتشبع بالمشاعر والالتحام والاندماج بها لتصل للجمهور بصورة صحيحة. ويدعم العمل العديد من التقنيات وعناصر السينوغرافيا وغيرها الكثير من الوسائل. إعداد الممثل. إعداد الممثل من أكثر المواضيع التي تثير الانتباه والتي تثير الأهمية لدى المسرحيين. لماذا؟ لأن الممثل هو الممثل الشرعي الوحيد للعرض المسرحي أمام الجمهور، بمعنى أن هناك الكاتب قد انتهى دوره، المخرج قد أدى دوره، المصممون قد فعلوا فعلهم، من يحمل الرسالة كاملة هو الممثل. لذلك كان إعداد الممثل يستحوذ على جهد كبير من أصحاب المدارس المسرحية وأصحاب التجارب المسرحية في الوطن العربي وفي غير الوطن العربي. وربما ما سأقوله الآن هو حصيلة لأكثر من مدرسة من المدارس التي عرفت في عالم المسرح، بالإضافة إلى التجربة المسرحية الخاصة. إذن نحن في معركة حقيقية، هذه المعركة معركة ودية فيها تصالح، بمعنى أن هناك تعاقد بين الجمهور الذي يأتي إلى المسرح وبين الممثل والمسرحيين الذين يؤدون العرض، بأننا اتفقنا على المكان والزمان وعنوان الموضوع، أما ما تبقى فهي التفاصيل التي يجب أن يعمل عليها المسرحي. أول أهداف العمل المسرحي هي إدهاش الجمهور وإيصال فكرة ما، أخلاقية، معنوية، فكرية، المهم يجب أن يكون هناك ما يرسله المسرحي الممثل من على الخشبة أو من مكان التمثيل إلى المتلقي الجمهور، سواء كان جمهور متلقي سلبي أو كان جمهور متلقي متفاعل أو عضوي. لذلك لابد أن يمتلك هذا الممثل يعني مهارات وقدرات تماما، أشبهها مرة أخرى باللاعب في أي رياضة من الرياضات. يجب أن يعرف قوانينها، يجب أن يستعد لها نفسيا، يجب أن يستعد لها جسديا. لذلك الاستعداد النفسي لدى الممثل هو أول الخطوات، وبالتالي الممثل يجب أن يسأل نفسه: لماذا أريد أن أمثل هذا الدور؟ لماذا أريد أن أقدم هذا الدور؟ بداية إذا اقتنع في جواب لماذا الذي طرحه على نفسه يجب أن يطرح على نفسه أسئلة أخرى: ما علاقتي بهذه الشخصية؟ ما علاقة الجمهور بهذه الشخصية؟ وأيضا كيف تتحرك هذه الشخصية؟ كيف أكون لها سجلها الشخصي؟ يعني بمعنى أنك إذا أردت أن تلعب شخصية ما يجب أن تكون قادرا على إجابة أي سؤال خارج النص، بمعنى أنه إذا سألك أحدهم: هل تحب هذه الشخصية أكلة السمك المشوي؟ يجب أن تجيب، يجب أن تكون عارفا بالجواب على الرغم من أن هذا ليس له أي علاقة بالنص الذي تقدم، بمعنى أن تبني تاريخا شخصيا للشخصية التي تلعبها، وبالتالي يجب أن تجد المسافة بينك وبين هذه الشخصية، يجب أن تجد المشتركات. وطبعا هناك مدارس تفترض أنك يعني تتفاعل وتنفعل بشكل كامل مع الشخصية، وهناك يعني مدارس تقول لك كن خارج الشخصية وكأنك ترتدي قناع، تضع على وجهك قناعا للشخصية. من هنا يجب أن تختار أيضا أنت والمخرج وفريق العمل أي مدرسة ستنتهجون، أي طريقة ستنتهجون في العمل، وهذا يعني أنك ستدرب نفسك على الآليات التي اخترتموها. لكن من المهم جدا أن يمتلك الممثل أدواته الصوتية
والحسية الانفعالية، ويجب أن يمتلك سيطرته على جسده بشكل جيد. الجسد إشارة، الجسد لغة، الحركة لغة، الصمت لغة. إذا كل شيء يفعله الممثل يجب أن يكون بحساب. وبالمناسبة في المسرح ليس فقط في التمثيل، لا يوجد شيء مجاني بلا استعمال على خشبة المسرح على الإطلاق. لذلك لا حركة زائدة يمكن أن يؤديها، ولا حركة ناقصة يمكن أن يؤديها. وكذلك علاقته أيضا ليس فقط بشخصيته، علاقته بالشخصيات الأخرى. شخصيتي أنا كممثل، علاقتي بزميلي الممثل، بزميلتي الممثلة، وعلاقة الشخصية التي ألعبها بالشخصيات الأخرى. هناك بعض الأخطاء أحياناً نراها في أداء بعض الممثلين أنهم منعزلون، يهتمون بشخصيتهم فقط، يهتمون بما نسميه show off، يعني عم بيستعرض بنفسه دون الالتفات إلى العلاقات الأخرى الموجودة في العرض المسرحي. وهذا واحد يعني من مقاتل الأداء، وهذا واحد من الأسباب التي تجعل الجمهور ينفر من ذلك. عندما تؤدي شخصيتك بحب وتتعامل بحب مع وتواصل مع بقية العناصر الموجودة على خشبة المسرح، حتى لو كان الديكور كرسي، شجرة، أي حاجة، إضاءة، يجب أن يكون هناك هذه العلاقة الودية، وبالتالي تنتقل هذه العلاقة الودية للجمهور، يعني الجمهور يشعر بكل هذه التفاصيل. إذا كان الممثل قد أعد نفسه صوتيا، وقد أعد نفسه جسديا، وقد أعد نفسه نفسيا، الآن يجب أن يدرك أبعاد الشخصية، تجلياتها جميعها، وماذا يجب أن يبرز منها، وماذا يجب أن يخفي منها في اللحظة المحددة. بالمناسبة يأتي الجمهور ويعرف أنك تمثل، وبالتالي لا داعي لأن تتعب نفسك في أن تقول لهم أنا أمثل. وطبعا التمثيل أن لا تمثل، هذه قاعدة من قواعد المسرح. نحن في الحياة نتكلم، ولكننا في المسرح نتكلم بشكل مسرحي، مختلفة المسألة. في الحياة نتحرك، ولكننا في المسرح نتحرك بشكل مسرحي. في الحياة قد نفعل أي شيء ولا نبالي بنظرة الناس، لكننا في المسرح نفعل أي شيء صغير وعيون الجمهور كلها مسلطة علينا، متفحصة، تترقب. يريد الجمهور أن يعرف كل شيء، يريد أن يستمتع، يريد أن يفهم، يريد أن يحلق، يريد أن يدهش. لاحظ أنك كممثل تنتزع الجمهور من زمنه لتأخذه إلى زمن شخصيتك. هذه المسألة يجب أن تدرس جيدا من الممثل. بالإضافة لأن الخيال ثم الخيال ثم الخيال لابد أن يكون وقادا لدى الممثل. إضافة إلى كل ذلك، لنعد إلى مسألة تاريخية بالنسبة للشخصية. عندما أقول بأن هذه الشخصية تعيش في العصر الفلاني، فهي لا تمتلك نفس الإشارات، ولا تمتلك نفس الكلمات، ولا تمتلك نفس الإيماءات التي يمتلكها نفس الشخص من عصر آخر. يعني إذا قلنا أنه من العصر الحجري، فهو بالتأكيد يتصرف بطريقة مختلفة عن شخصية تعيش في عصرنا، رغم أن المأساة واحدة مثلا على سبيل المثال. إذن يجب أن ندرك تاريخ الشخصية وتاريخ الحدث، وبالتالي علاقتنا معهم. أردت يوما أن أكون كتابا مفتوحا يتناوله الجميع، يتصفحونه ويتصفحونه، فأرتسم لهم ما بين السطور. أردت لكلماتي أن تذاع، وحروفي تذاع، وأفكاري تذاع، وكتاباتي تذاع، ولكنهم أتوا وأغفلوا الأفواه. أردت لكتابي أن يكون مسموعا، أن يكون منفسا ومتنفسا لي ولكم، ليفضح بالآذان فينطق الحروف. هناك من يرى أن الجسد هو وسيلة الممثل الأساسية، وهناك من يرى أن الصوت هو وسيلة الممثل الأساسية، وأنا شخصيا أرى أنه لا يمكن الفصل بين كل هذه الأدوات، لسبب أنك كممثل تمتلك كل هذه الأدوات وكل هذه اللغات، لكن يمكنك
أن تقدم إحداها على الأخرى، بمعنى وكأنك تعمل تراتبية، أنا في هذا المشهد الحركة هي الأساس، إذن الحركة هي لغتي، ويجب أن تكون لغتي واضحة، واضحة بمعنى بينة، بينة بمعنى فصيحة، لا تأتأت فيها. عندما تتحرك ربما تتأتأ، تخيل أن هناك تأتأة في الحركة، وهذه مسألة غير مسموح بها في أداء الممثل، إلا إذا كانت مقصودة لذات درامية محددة في الشخصية. بالتالي إعداد الممثل مسألة مهمة للغاية، ويجب أن تكون ثقافة الممثل وثقافة المخرج وثقافة الفريق واسعة في المدارس المختلفة. يقال يعني في كثير من المدارس أن هناك تناولا خاصا للممثل للمادة التي سيقدمها. أحد المخرجين الذين كانوا يعملون مع فريق كبير، وكان ذلك في روسيا، وهو من تلاميذ ستانسلافسكي، كان قد ذهب بفريقه إلى الغداء ووضع لهم ديك بط كبير على المائدة، وسألهم سؤال: هل نستطيع أن نلتهم ديك البط هذا لقمة واحدة؟ بالطبع لا يمكن، كان الجواب واضحا. إذن يجب أن نقسم هذا الديك، قسمه إلى عدة أقسام، قال الآن أصبح مقسما، ولكن هل نستطيع أن نلتهمه بلقمة واحدة هذا القسم؟ أيضا بالتأكيد لا. إذن الدور الذي تلعبه يجب أن يقسم إلى أقسام، ومن ثم تذهب إلى القسم الصغير وتبدأ به، وبعد ذلك تكمل علاقتك بكامل الدور. وهناك مسألة مهمة جدا يجب أن يلتفت إليها الممثل، هناك محور يجب أن يمسك به، تمسك منه الشخصية تماما. هذا الفعل يجب أن يقوم به الممثل ليعرف أين النقطة المركزية في شخصيتي، في الشخصية التي يلعبها، أين النقطة المركزية في الحدث، وبالتالي الأسئلة كيف، لماذا، متى، وماذا بعد، ولمن، كل هذه الأسئلة التي نسألها لنفسنا ونحن نؤدي ونحن نلعب الدور يجب أن تكون حاضرة. إعداد الممثل مسألة مهمة جدا، ومن المعيب على أي عمل مسرحي ألا يقوم بتمارين الجسد وتمارين الصوت وتمارين الإحماء ونسج العلاقات والتواصل وتثقيف الفريق أثناء البروفا بالمنهج الذي يعملون عليه أو المناهج التي يعملون عليها. لابد أن تكون هذه عملية متكاملة، فلا يكفي أن تكون على رأي إخواننا المصريين بؤ وبتقول بس الكلام، لأنه الكلام هذا ممكن ينحكى وين ما كان، إنما عندما تمثل فهناك أمر آخر. بدايتي طبعا في المسرح أنا بديت من 1972، كنت طبعا أقرأ مجلة الموعد الفنية، فكان يعني أحب أن يكون ممثلة، فبديت 72 في المسرح، وكان أول عمل لي مسرحي هو فرح راشد اللي هو نحن نقول عرس راشد. في بدايتي كان ما في عنصر نسائي في المسرح، فأنا أول وحدة اعتليت خشبة المسرح، وطبعا عن حب أني أنا كنت أحب أن يكون ممثلة فدخلت المسرح. فبدايتي كانت في 72، بديت مسرح طبعا كبداية. بعد المسرح طورنا إلى الأعمال التلفزيونية، مسلسلات مثل قوم بوعنتر، فكنا حتى استوديو ما في نصور في العراء، أتذكر في حوش كبير جنب المبنى التلفزيون الأبيض والأسود، كان نعمل ديكورات العرش وهاي نمثل. كانت أول مسلسل كان راشد في الجامعة. طبعا بعد جهود وسنين لقبت بأم المسرح والمسرحيين من قبل الصحافة ومن قبل الجمهور، وأحب لقب يعني لي أم المسرحيين، لأني فعلا أنا أم وأحبهم كلهم، عيالي المسرحيين. طبعا بدينا ويونا شباب،
دخلوا ويانا في المسرح وبدوا ويانا، مثل الحين الدكتور حبيب غلوم، مثل عمر غباش، وشباب كثيرين يعني منهم اللي ساروا ودرسوا المسرح أكاديمي برا. كانوا في البداية ويانا في المسرح عيالنا يعني بدوا ويانا. ف يعني نحن حضناهم كعيال ويانا في المسرح وخذناهم، وبعدين هم حبوا العمل المسرحي وتخصصوا في المسرح. شباب منهم كثير يعني لا أغلط في الأسماء، فمن ضمنهم أنا قلت لكم الدكتور حبيب غلوم بو يوسف الله يعطيه الصحة والعافية، والأستاذ عمر غباش بو خليفة حاليا هو رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل المسرحيين وأنا عضو فيه. بدايات حلوة وجميلة وشباب واعد، وساعدناهم وظهروا وساروا درسوا وكملوا، وفي شباب دخلوا عندنا وأعضاء نسائية كثيرة. في 75 أسسنا المسرح العربي في الشارجة. بعد هذا المسرح صار لما الشيخ سلطان الله يطول في عمره انضم إلى الاتحاد، سميناه مسرح الإمارات. وبعد هذا المسرح ضمينا المسرح الإمارات ويا مسرح الشارجة الوطني، فأنا أعتبر من المؤسسين في المسرح الشارجة الوطني. بعدين رجعنا إلى دبي كمجموعة وبدأ المسرح الشارجة الوطني، وأسسنا جمعية المسرحيين في سنة أعتقد 94 أو 95. أسسناها نحن يمكن 5 أشخاص، 4 رجال وأنا وياهم. فبدينا في جمعية المسرحيين. في فترة من الفترات عملوا لنا دورة، جابوا لنا أساتذة من برا، عملوا لنا دورة أكاديمية مدتها 4 شهور ونص، وكان مقرها في قاعة أفريقيا في الشارجة جنب البلدية. ويابوا لنا أساتذة، جابوا لنا أستاذ المنصف السويسي من تونس الله يرحمه توفى، آخر شيء رجع هو كوزير الإعلام في تونس، كان أستاذ هو اللي بدأ المسؤول على الدورة كلها. وجابوا لنا إبراهيم جلال مخرج من العراق، جابوا لنا أحمد حلمي من مصر مع الإلقاء الصوتي، وجابوا لنا من السودان يحيى الحاج وريح عبد القادر، وعملوا لنا مجموعتين، مجموعة ألف ومجموعة بي. نحن القدامى ألف واللي عقبنا دخلوا الفنانين الصغار بي. ف بدينا الدورة 4 شهور ونص. أولاً نحن بدينا كهواة يعني نعرف عن المسرح، بس بعد الدورة نحن عرفنا المسرح شو، الإلقاء الصوتي، المخايلة، التراجيديا، الدراما، الإلقاء الصوت وهالأشياء المخايلة، يعني الفنان كيف يدي كفنان مسرحي، عرفناها من الدورة. الأول كنا كهواة الصراحة. ويابوا لنا أساتذة كبيرة من يعني ما قصرت الدولة، وعملوا لنا الدورة وتخرجنا من الدورة بعد 4 شهور ونص. كنا ملمين حتى نعمل الإحماء في المبنى المسرح، نركض ونطلع ونرجع إحماء يحركونا ونرد المخايلة، يعني فهمنا الأشياء اللي هي تختص بالمسرح. إلقاء الصوت لازم نمثل من الخشبة يوصل صوت الآخر كرسي يسمعه الجمهور. عرفنا أن نحن الوجه الأمامي للمسرح أن تتقابل الجمهور، يعني الفنان ما عنده مجال أن وجه كوجه يقول اللي عنده على طول ويا الجمهور. يعني هذا الفنان المسرحي يختلف عن الفنان التلفزيوني، يحفظ ما يحفظ، لكن الفنان المسرحي يحفظ نص ويعمل بروبات، ولازم كيف يسلم الدور إلى زميل اللي وياه في المسرح. نحن ما يضارير على السرى والدو، والنعم يم خلفان جعيدة بيت ولا سفر بنقالة، ثرش يم خلفان بعد ما عندش ما مثلنا.
أنا يمي عندي ماء بس ترى الفروخ محمد وخلفون ساروا البحر السبحون ويوبوي على الخرص وجدروا المكل ويخلونا بلا قطرة ماء. هذا لي هالي أم خلفان ولا يعرفون قيمة الماء الغالي. أيام زمان لما أنا بديت طبعا الحياة العمل المسرحي كان من أصعب الأشياء، لأن هاك الأيام ما كانت الحرمة ما تشتغل ما تمثل، عندنا عيب أن الوحدة تمثل أو تشتغل، فكانوا إذا طافت الحرمة وشافت ريال تلحفوا وتسد كذي على الحائط من المستحى. فأنا بديت، وطبعا رغم أن الأهل زعلوا بعض الوقت يعني في من العائلة مثلا قالوا لا ما تمثلين، نحن شو تبغين نعطيك فيلا ونعطيك السيارة والخدم والسواقين ولا تمثلين يلسي. قلت لهم ما أقدر. فهاي بداياتي واللي الحين يعني أنا ما زلت ويا المسرح. بدينا مسرح، بدينا تلفزيون، وبدينا إذاعة، وبدينا دبلاج كرتون. كان التلفزيون دبلاج، كنا صواتنا على أعمال من قصة ألف ليلة وليلة من القصص كرتونية. وهاي هي السيرة اللي عندي أنا يعني أتذكرها يعني وما زلت الحمد لله موجودة في أي شيء أنا موجودة، أي عمل أطلبه يطلبوني أنا موجودة. ومثلنا أفلام سينمائية وساعدت كثير شباب اللي تخرجوا كمخرجين، منهم عبد الرحمن المدني اللي عمل فيلم البشكارة كان تطوعي يعني أنا متطوعة بدون أجر، واشتغلت مع المخرجة عاشة الزعابي. هذه اللي طلعوا بأعمال اللي أنا اتخرجوا كمخرجين. في أعمال كثيرة حتى في كليات التقنية اشتغلت معهم على أني أساعدهم أنا في بعض الأدوار يعني الأعمال متطوعة. المخرجة نيلة الخاجة أول عمل لها كان أنا عملت وياها اللي هو الجارة، فيلم الجارة. في الاعتراف، وفي عابر سبيل قديم عملناه أيام ياسهيل عبدول، وأعمال كثيرة الحمد لله تثبت هذه الأعمال. واللي تخرجوا وبدوا كمخرجين ساعدتهم أنا كفنانة يعني أني معاهم شديت على يدهم ووقفت وياهم. لا يا اخويتي ما اقدر اقرب، للحين ما طبخت غدايه حتى انزين، حتى انا للحين ما طبخت غدايه بعد. يا اخويتي انا اللي ما طبخت غدايه عشان ما عندي مايات، عندك ابغي قياس المروق اليوم بس. اوه ترى انت بعد ما عندك ماء؟ شو اسوي يا اخويتي ما عندي ماي ولا قطره، لا مر علي راعي الحمار ولا راعي الكندر. الخير عندنا وعندكم، حتى انا ما عندي ماء للحين. المرحوم الله يرحمه الشيخ زايد كنا في معرض، انا اشتغلت بعد في المعارض وزارة الإعلام هي. أنا ما ذكرت أن نحن فرقنا من قبل الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر لك فنانين، طلع لنا تفرق. كنت أنا قبل أشتغل وبعدها تفرقت في 81 من الشرطة، إجا تفرقي في وزارة الإعلام كموظفة يعني كمخرج أول مسرحي في بتعيين يعني. فكنا دايم تفرغاتنا من الوزارة، إذا عندنا عمل نحن ما نداوم، نكون بالأشهر نحن مفرقين من المسرح. وبعد هذا انتقلت من عدة مناصب في الوزارة، وبعدها انتقلت إلى المعارض الدولية، جهزت 55 معرض دولي مع الأستاذة حصة العسيلي كانت مديرتي وأنا مشرفة معارض. من ضمن المعارض في 85 معرض دولي في مصر، وكان مشرفة علينا على التراث، وفي صورة لي مع المرحوم الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له وحصة العسيلي وواحدة من الزملاء بنت مدير المعارض. كنت أنا ببرقع زي الإماراتي، كان الله يرحم الشيخ زايد يذكرني يقول لي العودة.
ولازم تكون تلبس البرقع. فيه صورة ويا الله يطول في عمره الشيخ الدكتور سلطان. كنا أيام الشارجة المسرحية كنت أنا استقبل في الوفود وماسكة العلاقات العامة رأس الوفود وياي، فصرنا نسلم عليه في الديوان في المنطقة وين قصر الثقافة. كنا نعرض في قصر الثقافة، فأخذت الوفود وصرنا مشينا. قلت لهم ما في، هذو قريب المكتب، والشرطة وقفونا الطريق ومشينا معاي رؤساء الوفود والرؤساء المسارح، وصرنا سلمنا عليه. أسلم عليه يدي في إيد الله يطول في عمره الدكتور الشيخ سلطان، هو اللي يشجع الفنانين والفن. وأنا أقترح، عندي اقتراح، يا ريت يعني يوصل الله يطول في عمره، أن يكون يعملنا متحف للفنان المسرحي. عندنا أيام الشارجة المسرحية وما زالت موجودة، كل سنة تنعمل، إلا توقفت في أيام الكورونا. والله إن شاء الله يفكنا من هالبلاء وترد المهرجانات المشاركات برا. نحن نبرز كفنانين إماراتيين وأعمالنا نبرزهم برا، ونشارك المهرجانات اللي خارج الدولة، ونفتخر ان نحن دايم ان فايزين والحمد لله. ونحن ما نرضى على قولة شيخنا الله يطول في عمر الشيخ محمد الا بالمركز الاول، فدايم مشاركاتنا والحمد لله خارج الدولة مبشرة بالخير ورافعين الراس والحمد لله.